بسم الله. لو احنا عايزين نعمل فاونديشن للمبنى فالكلام ده سهل جدا. في الاول بلان كل اللي هنعمله ان انا هروح تولز اركتكشر، هلاقي عندي هنا في قلب الوول اوبننج كومبوننت، هلاقي ان انا عندي ستريب فاونديشن وعندي بلوك فاونديشن وعندي سلاب فاونديشن. ممكن اقول له انا عايز ستريب فاونديشن، وممكن ارسم خط مثلا اهوت، وتبدأ ترسم الفاونديشن بتاعك. وممكن تقول له انا عايزها سريعا على اي ريكتانجل بالشكل دوت اهوت، ادوس اف 4 عشان اشوفها في 3D. وممكن اقول له لا ده انا عايز بلوك فاونديشن، وتدخل هنا تحدد الخصائص بتاعته. تمام، تبدأ تشوف انت عايز الارتفاع بتاعه قد ايه، الهاي بتاعه قد ايه. تمام، بعد كده اقول له اوكي وابدأ احط مثلا هنا على سبيل المثال. ممكن يكون انا عايز اعمل سلوب فاونديشن، سلوب فاونديشن هاجي هنا عندي كذا طريقة. ممكن اقول له فايند كلوز بول لاين، يعني اول ما تلاقي الشكل انا قفلت اعتبر ان ده كله ده هيبقى السلاب فاونديشن بتاعي. او اوتو ديتكت، اكتشف انت اي نقطة هتدوس عليها، شوف المكان المقفول فيها واعملها سلاب فاونديشن. هدوس اف 4 الاقي ان هو عمل لي في المكان دوت. طبعا ممكن تبقى تحدد الخصائص بتاعتها وتبدأ تغير الصفات بتاعتها. دوس عليها مرتين وتبدأ تشوف الخصائص بتاعتها تعدل فيها زي ما انت عايز. عايز تعدل هاي، عايز تعدل اي خصائص من الهاتش بتاعها، الخصائص بتاعتك كلها تقدر تعدل فيها.